عودة لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليوم بفقرتنا مع جمعية أصدقاء مريم ملكة السلام اللي رح نكون عم نترافق نحن وياهم بمحطات يومية من الصلاة بمناسبة مرور 40 سنة على ظهورات العذراء مريم بميديغوري. موضوعنا لليوم هو عن نظرة المؤمن لظهورات العذراء مريم بميديغوري، ولنتحدث أكثر عن الموضوع بينضم لنا بالاستوديو السيد توفيق أبو جودة من جمعية أصدقاء مريم ملكة السلام. أستاذ توفيق بدنا نرحب بحضرتك معنا اليوم. ميرسي أنطوني، بشكر استضافتكم أكيد لإلنا، وإن شاء الله بهالحلقة هيك نقدر شوي نعطي تفسير عن موضوع الرحلات وعن الظهورات. اليوم نحن رح نحكي بطبيعة الحال عن الظهورات، يمكن نظرة المؤمن للظهورات، ولكن ليس بالضرورة من الناحية الروحية أو الكنسية لهذا الموضوع، إنما من نظرة المؤمن. ولكن قبل ما نفوت بموضوعنا كمان، نحن بنبدأ عادة بالتسعية وموضوع التسعية لليوم. نحن جمعية أصدقاء مريم ملكة السلام من سنة 1996 مؤسسة، مركزنا بتيلي لوميير بمبنى تيلي لوميير الدورة الطابق الخامس، ما عندنا غير هذا المركز. من وقتها نحن بننظم رحلات على ميديغوري، اكيد بنرافق الحجاج، بيكون معنا كهنه، بيكون معنا مسؤولين عن لوجستيين، عن كل شيء بيعوزه الشخص اللي رايح يعمل هالاسبوع الحج. اكيد هالاسبوع الحج كمان بيتضمن رياضه روحيه يوميه، واكيد كمان بنزور كل الاماكن اللي الشخص بيقدر هونيك يستفيد انه يقعد يصلي وياخذ وقت له خاص. يعني بهذه الاثناء عم نشوف كمان بعض الصور من ميديغوري. بقى نحن بالسنه 2001 بلشت، سوري 2000 يعني 21 سنه صرنا بننظم تسعويه بالاضافه لرحلاتنا. في عنا تسعويه كل سنه بتصير بلبنان من اجل السلام بلبنان وبالعالم اكيد وبالقلوب. هالتسعيه هيدي سنه ال 21 لها بمرياس انطلياس، بتصير ابتداء بلشت ب 17 شهر ل 25 شهر، نهار الجمعة بيكون آخر النهار. نعم. اليوم موضوع التسعوية لليوم، شو هو الموضوع يلي بتاخده؟ مع مريم من أجل لبنان، نحن بنصلي مع مريم أكيد بالتزامن كمان هلا ب 25 شهر بسائب ذكرى الظهورات ال 40 للعذراء بميديغوري. هل تسعوية بكذا رعية كمان بالعالم عم بتكون بنفس الوقت، ونحن كأصدقاء مريم أكيد نحن ميديغوري بنعتبرها بيتنا الثاني. بقى بننظم هالتسعويه من اجل السلام بلبنان اكثر شيء، وخاصه هلا بهالظروف اللي عم نمرق فيها. لبنان بحاجه لصلاتنا لصومنا، يعني بتصور ما في شيء بيشيلنا من هالازمه اكثر من الصلاه. كأصدقاء مريم، إذا ننتقل لموضوعنا اللي هي نظرة المؤمن للظهورات، كأصدقاء مريم وأعضاء بهالجمعية، كيف اليوم بتكونوا عم تتساعدوا، اذا فينا نقول لتكونوا عم تفهموا هذه الظهورات والغايه منها؟ هلا اكيد نحن اليوم كل شخص بس يقول في ظهور، يعني اكيد هيدا شيء اكسترا اوردينير، منه شيء طبيعي، وبكون عندنا حشريه كبشر انه نروح نحن نشوف العذراء او نشوف شو عم بيصير. هلا باكثر الاوقات انا صار لي من 2003 بروح كحج، ومن 2010 كمسؤول. مع الوقت بتصير انت نظرتك بتتغير، لانه يعني اول شيء الهدف من الزياره هي انه مش شوف العذراء، انا ولا انا رايح تشوف شيء ظاهره خارقه، الهدف انه جدد حياتي وجدد علاقتي مع يسوع. العذراء بالنتيجه هونيك هي اذا بتشوفها بتلاقيها دائما مخبايه، هي ما بدها تظهر، هي بس بدها توصلنا لعند يسوع. والعذراء ولا مره بتحكي عن حالها، حتى بتقول هي انه اذا انا بكون ظاهره في قداس بتروحوا على القداس وما بدك تكونوا موجودين بالظهور. ونحن شغلتنا كمان نضوي شوي على هالنقطه للحجاج اللي اكثر بيلتهوا بهالقصص. نحن بنكون بنرافقهم بنفسر لهم اكثر، اكيد بيكون في معنا بمرافقه كهنه، كل اوتيل بيكون نحن موجودين فيه بيكون في كاهن مسؤول عن الامور الروحيه، هو كمان اكيد ان احنا بالتنسيق معه بنكون عم نهتم بهذه الشغله. نحن بهمنا الشخص يفوت بجو صلاه يجدد حياته، يشارك بالظهور وقت اللي يكون في ظهور، لانه 7 لـ 3 كل يوم بيصير في ظهور بميديغوري. يشارك بالظهور بدون ما يكون هدفه بس انه انا شوف شيء. والعذراء من 40 سنه لهلا بتظهر بعدها على شهود وبذات التوقيت وبطريقه دايمة. هلا في هن كانت بالاساس كانوا 6 شهود ب 25 حزيران ال 81،
كانوا 6 شهود تظهر عليهم كل يوم، بفترات معينة صارت تظهر بس هلأ على 3 أشخاص بعدهم ظهور يومي بنفس الوقت وين ما كانوا بالعالم. الأشخاص اللي 3 الباقيين تظهر عليهم مرة واحدة بالسنة، والأكيد بأوقات محددة هن بيعرفوا. يعني في عنا ميريانا بتظهر عليها ب 18 أدار بعيد ميلادها، في عنا إيفانكا بتظهر عليها ب 25 جوان بعيد الزهورات، وياكوف تظهر عليه ب 25 كانون الأول بعيد الميلاد. ليش هؤلاء 3 9 مرة صاروا هلأ بس كل مرة بالسنة؟ لأنه عندهم أخذوا الأسرار العشرة من العذراء. البقية الشهود 3 اللي هني إيفان وماريا وفيتسكا بعدهم يشوفوا العذراء بشكل يومي لأنه معهم 9 أسرار بس. هلأ أكيد الأسرار ما رح نفوت فيهم لأنه هني أسرار ما حدا بيعرفون. وأكيد كمان العذراء وقت اللي تخلص هالزهورات رح ينحكى عن هالأسرار. اليوم إذا بنسألك من ناحية يمكن شخصية، اليوم كمؤمن كيف نظرتك لهذه الزهورات؟ يعني أنا اليوم بس كون بمدغوريا بكون بغير حالي. خلص أنت عم بتشيل حالك من الحياة الروتينية اللي عايشها، من مشاكلك، من تعبك، من شغلك، وبتكون عم تفضي قلبك وتنظف كل هالعبء اللي حامله على ظهره كل هالسنة. طب هالجمعة أنت تكون عم بتصلي. هلأ الظهور مثل ما قلت لك نحن مع الوقت منكون موجودين فيه مثل كل الناس بالكنيسة 7 إلى 3. كيف بتوصف لنا يلي بتشوفه مثلا على 7 إلى 3؟ على 7 إلى 3 إذا أنت كنت بالكنيسة بدق جرس الكنيسة بيقول الكاهن صمت، لأنه بهالوقت تكون عم تظهر على 3 شهود بنفس الوقت. العالم بتصلي أكيد بتفتح قلبها. هلأ الشهود بيقولوا أنه يشوفوا العذراء أوقات مارقة فوق الكنيسة عم بارك كل الموجودين. برجع بقول لك نحن التركيز مش على شو بدنا نشوف، هيدا نحن المهم بهالوقت انه نفتح قلبنا تنقدر تفوت هالنعمه على قلبنا وتغير لنا حياتنا ونرجع نبني علاقه جديده مع الله، اكيد من خلال العذراء اللي هي بدها توصلنا لعنده. من خلالك يمكن عم ناخذ يمكن خبرتك، نظرتك كمؤمن، ولكن ايضا يمكن لنقدر يمكن نوصل الصوره يلي ممكن نشوفها بميديغوريا للاشخاص يلي بعد ما زارت ميديغوريا او ما عندهم اي معلومه عن الموضوع. على ميديغوريا بدي اقول لك بتبلش بس ترجع، مش بس تروح. اليوم رح نحكي عن هيدي النقطه، بس بالاول بدي اياك يمكن تاخذنا مثل معك برحله بالزمن. اذا بدنا نرجع لورا من 2003 يمكن بس بلشت تروح للوقت الحالي، كيف يمكن تطورت هالمشوار او هالمسيره يلي بلشتها؟ اكيد اول مشوار رحته كان مثل كتير ناس ماني كتير عارف شو ناطرني. كان عندي حشرية، كنت أوقات أطلع بالسماء أشوف إذا بلاقي علامة خارقة، إذا بلاقي أي سين هيك يشدني. بس أكيد حسب خبرتي مع الحجاج وخبرتي الشخصية، كل يوم بتعيشه بميديغوريا بتتغير نظرتك للأمور. يعني هلأ أوكي نحن منسائب أوقات يمكن بظهور موجود أحد الشهود يلي عم بشوف العذراء بهالوقت، يمكن يكون عندنا 20 تطلع كيف شو عم بيصير معه. هن بهالوقت بيكونوا حسب ما بخبرونا انه بيشوفوا قطعة من السماء وبيصيروا بيشوفوا العذراء بطريقة 3D حسب وصف الشهود. حسب وصف الشهود اكيد ب3D دايمنشن بيشوفوا العذراء، واكيد بكل الوقت وعم بيكون وقت صلاة هن وياها ولا مرة العذراء بتحكي عن شيء بزعل، ولا مره العذراء بتجي بتحكي عن كوارث او عن شيء خارق. هي بس بتحكي عن الصلاه، عن الصوم، عن المحبه، وبتعطينا اسلحه 5 نحن نقدر ننال الحياه الابديه اللي هن قراءه الانجيل، الصوم، التوبه، صلاه المسبحه، والاعتراف. هلا نحن بنرجع كمان بنشدد على المؤمنين انه حلو واحد يمكن يختبر شيء جديد بحياته، بس مش هيدا الاساس. والعذراء بكل رسائلها بتقلنا انا بدي اياكم تكونوا مبسوطين مع ابني. اليوم بدي اتوقف عن موضوع ذكرته حضرتك وكثير مهم نعيده، انه اليوم العذراء ما انا جاي اليوم لتشتت انتباهنا. مزبوط. ولكن هي طريقنا لنوصل لعند الرب من خلالها، اذا توصلنا لعند الرب هي الوسيط يمكن يلي بيسهلنا الطريق او يلي بيرشدنا لنقدر نوصل من خلالها عند الرب. هيدي نقطة ضروري إنه توقف عنها. مزبوط. أنا بكتير رسائل بتقول العذراء إنه أنا بدي إياكم تكونوا مبسوطين معي على الأرض وبالحياة التانية.
أنا جيت تقلكم إنه الله موجود. إذا بتعرفوا قديش أنا وابني منحبكم بتبكوا من الفرح يعني، ودايما بتذكرنا إنه الهدف هو الملكوت هون على الأرض. نحن لازم أوكي نعيش مبسوطين كتير، بدينا نكون مبسوطين، بس كمان نسعى بحياتنا إنه نوصل للملكوت. اليوم من 2003 بتروح على ميديغوريا، من 2010 كمان يمكن طورت رسالتك يمكن ضمن هيدي الرحلات. اليوم إذا بدي أقول لك كخبرة أو شعور، يمكن هل بس ترجع بصير كمان متشوق لأنك ترجع تروح مرة تانية؟ هل هيدا هو الشعور يلي اليوم بيوصفه الواحد؟ أنا ما بدي أكون كتير عم بالغ، بس إذا ما بدي أقول لك 100% 99.99% من الناس بيقولوا لك إنه أنا بدي أرجع ناطر، يا ريت بدي أرجع بكرة روح. وخاصة في الناس اللي بيكونوا موجودين بيقول لك أنا ما بدي أرجع، بليز خلوني هون، بدي فلوا وتركوني، أنا بدي أعيش هون. يمكن نور التجربة الروحية بدي أقول هي قطعة من السماء على الأرض يعني، وهي العذراء بتشتغل فينا هونيك يعني، بتشيل هالقلب اللي حجر فينا هيك، بترجع بتخلق لك قلب طفل، قلب نقي، وبتصير تشتاق لك. كيف الولد بيكون ناطر أمه تتجي من الشغل أو تتجي تهتم فيه، العذراء هيك نحن بنصير ناطرين بشوق كبير إنه نرجع كل سنة وكل دقيقة يعني. سنة 2020 إذا بدك كانت سنة الكورونا، كانت سنة ناقصة بحياتنا، لأنه زيادة ما رحنا كلنا على ميديغوريا يعني، خاصة الناس اللي معودة تروح كل سنة، في ناس صارت رايحة ما بتعرف كم مرة. نعم. اليوم قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك، في شغلة بدي توقف عندها وحضرتك ذكرتها بالأول، ميديغوريا بتبلش بس ترجع. مزبوط. اليوم كيف بتكفي هالمسيرة يمكن يلي بلشتها بميديغوريا، وكيف بتعيش ميديغوريا أنت وبلبنان؟ أول شيء أنا بس الشخص بس يرجع بده يكفي يعني، بده يضل يسابر على هالجمعة اللي عايشها بميديغوريا. ونحن عم نشوف كتير تحولات، إن كان بالرعاية الكهنة عم بيرجعوا يعملوا هالقداس هالبروغرام الليل المساء اللي بيصير بميديغوريا، بيعملوه برعاياهم، بيهتموا بشبيبتهم، بينقلوا هالرسالة وهالفرح وهالسلام اللي عاشوه من ميديغوريا على لبنان. وبترجع بس اربط شوي هالرجعة بمهمتنا نحن كأصدقاء، أو الميسيون تبعنا كأصدقاء مريم ملكة السلام، هي إنه نحن نوصل هالرسائل بلبنان، ندل الناس على كيف بدو يعيشوا هالسلام بقلب عيالهم، بقلب رعاياهم، بقلب بيتهم. وهيدا التسعوية نحن عم نعملها أكيد، ما نقولي على نور الشباب ابتداء كل يوم من الساعة 6 في المسبحة، 7 القداس و8 سجود الأربان. نعم. وعلى نور صاد بتبلش 7 لأنه بيكون في الساعة 6 مسبحة مع البطرك. صحيح. ب 25 شهر حيكون في قداس ختامي كمان، واحتفال كل سنة بنعمله. وبهالوقت في كتير رعاية عم بتكون عم بتشاركنا بغير بأنطلياس كمان بالتسعوية يعني، كل هالكهنة وهالأشخاص اللي راحوا اشتغلوا برعاياهم تينقلوا ميديغوريا على لبنان وتينقلوا هالرسالة. ونحن بنشجع كل الأشخاص اللي حابين يشاركونا بالصلاة بتسعويتنا، فيهم كمان من بيتهم على نور الشباب أو نور صاد، أكيد مشكورين دايما للنقل المباشر اللي بتنقلوا حضرتكم. وكمان فيهم يشوفوا على فرنس أوف ماري على الفيسبوك، فرنس أوف ماري كوين أوف بيس على صفحتنا، كمان يحضروا المباشر، وفيهم يتسجلوا بصلاة 24/24 ساعة كمان معنا بالاتصال على 03-25-20-80. اليوم أمنيتك اليوم بختام لقائنا، أمنيتي إنه بما إنه نحن عم نحكي كمان من إذاعة الشباب، إنه هالأيام اللي جاية هيك العذراء تفتح قلب هالمسؤولين، تشبابنا ما بقى يفلوا، تشبابنا يضلوا بلبنان وهن مستقبل لبنان، ويكونوا كمان هن عندهم قوة بصلاتهم، يسابروا على الصلاة، يسابروا على الصبر، منخلص كلنا سوا بركة ومنرجع هيك، منرجع حياة جديدة بهالوطن اللي هو كمان أرض العذراء، ونحن مكرسين لأرض لقلب مريم كمان. أستاذ توفيق أبو جودة من عام جمعية أصدقاء مريم ملكة السلام، نحن نشكرك على وقتك ومشاركتك معنا اليوم، شكرا كثير لك. أنا بدي أشكركم كثير على استضافتكم، وأكيد رح تكونوا بصلاتنا دايما. شكرا لك. مرسي.